رأس الخاء علامة السكون. أبرز الأخطاء التي تحدث عند نطق الميم الساكنة: أولاً، إطالة زمن الغنة زيادة عن المطلوب عند إظهارها. يقول لك مثلاً: صراط الذين أنعمت عليهم. أنعم، ليش عم؟ هالتطويل هذا ما مبرره، ما له مبرر. أنعمت عليهم، الميم تأخذ حظها من الزمن كحرف بين الرخو والشديد، كما تقدم معنا في الدورة الماضية أن الحروف لين عمر السواكن لها حظ من الزمن أقل من الحروف الرخوة وأطول من الحروف الشديدة. أيضا من الأخطاء تقصير زمن الغنة، يعني هذا بعكس اللي قبله، تقصير زمن الغنة عند إدغامها أو إخفائها، نحو لكم ما، لابد من هذا الزمن، لكم ما. فبيجي بعض أخواننا بيقولوا لكم ما، لكم ما، بيجيبها إيش وكأنه ما فيها غنة، أو بيقول لك فإذا هم بالساهرة، هم بالساهرة، ما بيصير، شو بدها تكون؟ هم بي. الأمر الثالث من الأخطاء ترك فرجة بين الشفتين عند إخفائها، وهو أمر محدث. طبعا لو بدي وسع بهذا الموضوع بدي بالميت ساعة ونص يعني لحتى أحكي لكم أصلها وفصلها ومنين نشأت. لعله اللي بيدور على اليوتيوب يجد بعض الفيديوهات لهذا العبد يشرح هذا الموضوع بتوسع. خلاصته هذا الأمر محدث ظهر بحدود 1965-66-67 بالحدود هاي 1965-66-67 كان وراءه عالم واحد جليل، لكن سبحان الله يعني هالمسألة اجتهد فيها ويعني رأى أنه يصحح خطأ تاريخيا وقاسها على إخفاء النون. قال ألسنا في إخفاء النون لا نستعمل طرف اللسان؟ أليست النون من طرف؟ أنا عم بنقل الآن حجة من خرج بموضوع الفرجة. أليست النون من طرف اللسان لما تكون مظهرة أن؟ الجواب بلى. طيب لما منقول من صياصيهم، من، هل نستعمل طرف اللسان كما كنا نستعمله في الإظهار؟ الجواب لا، بل نهيئه على مين؟ مخرج الحرف الآتي وهو الصاد، أليس كذلك؟ كذلك مثلا ما نقول الإنسان. طيب وماذا نسمي هذا؟ نسميه إخفاء. أنا عم جيب الشبهة. طيب نسميه إخفاء ولا نستعمل طرف اللسان، بل يبقى من النون الغنة، ولما نأتي إلى الميم نقول ترميهم بحجارة ونطبق الشفتين ونظهر الميم، فهذا ليس إخفاء. إذا أردنا أن نطبق الإخفاء كما هو في النون علينا كما أبطلنا عمل طرف اللسان في النون أن نبطل في الميم مين؟ عمل الشفتين. انتبهتوا كيف؟ وشبهة ترى قوية جدا، أنا هالعبد هذا بقيت مقتنع فيها 20 سنة، مو 20 يوم ولا 20 شهر، 20 سنة مقتنع فيها وأقرأ وأقرأ وأعلم فيها، وأنا الآن أستغفر الله منها لأنه تبين لي قطعا وجزما كما أني أراكم أنها أمر محدث ولا سند لها، وانحصرت عندي بعد بحث طويل في شخص واحد، وحتى هذا الشخص الواحد رحمه الله وجزاه الله خيرا ما أراد إلا الخير، لكن سبحان الله حتى هذا الشخص الواحد ما كان هكذا. قبل هذا التاريخ بالخمسينات كان مثله مثل بقية المشايخ، من بعد ترميهم بحجارة، ثم عنا له هذا الأمر ونشره وكان ذا سطوة وكان ذا هيبة وجلس للتعليم سنين طوالا وكان له يعني هيمنة على تسجيلات الإذاعة المصرية، لا تذاع تلك التسجيلات إلا إذا هو وقع، فأجبر، شوفوا شو عم قول، أجبر الشيخ محمود خليل الحصري وعبد الباسط عبد الصمد وبقية المشايخ على هذه الفرجة
أجبرهم وخلهم إذا ما بتقرأ وهكذا ما حوقع، وإذا ما وقع التسجيلات لا تنشر، لأنه كل هذا عمل علمي، والعمل العلمي بده مين يتحمله؟ مين بده يتحمله؟ إذا بكرة إذا طلع غلط بدهم يحاسبوا مدير القناة؟ ما حيحاسبوا، لأنه هو فني ما هو علمي. فمن جملة الأمور يعني ما أحكي لكم كل شيء، لكن من جملة ذلك أن الله يرحمه الشيخ عبد الباسط عبد الصمد يعني ذكر لي صديق لي قال له إحنا ما قريناش كده في الصعيد، لكن الشيخ قال إذا ما بتقرأوا هكذا لن أوقع. فقلنا في أنفسنا فلان عالم، يعني هو ما هو عالم، عايزها ازاي يا مولانا بهذا التعبير، عايزها ازاي يا مولانا؟ فقال لهم بالطريقة الفلانية، فعلمهم ودربهم عليها وسجلت التسجيلات. أنا أقول هذا الكلام للتاريخ، لأني حضرت مع كل شخصيات هذا الموضوع، حضرت مو عم بروي عن فلان عن فلان، حضرت معهم كلهم، حتى محمود خليل الحصري رحم أنا زرته في بيته مرتين الله يرحمه. فالشاهد أيها الإخوة هذا الأمر، لعلكم تجدون تسجيلات لعبد الباسط عبد الصمد مرئية، ولغيره من شاوي الله يرحمه وللحصري وكذا. الآن بوجود النت صار الأمر سهل. انتبهنا كيف؟ أنا بتذكر التلفزة التونسية كان يفتتحوا الإرسال ويختتموا أحيانا بتلاوة مرئية لعبد الباسط عبد الصمد آية الدين، آية الدين في البقرة، ففي آخر الصفحة كما تعلمون ومن يكتمها، لا شو في آخر الصفحة، إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهد إذا ولا يضرك ومن وأشهد إذا تبايعتم شو بعدها ولا يضر كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا أيوة وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم. مثل عين الشمس واضحة، إذا حدا منكم شاف هذا التسجيل عبد الباسط شو بيقول؟ فسوق بكم بإيه؟ بشفتين منطبق. هذا قبل ما يجبره ذلك العالم رحمه الله على إبقاء الفرجة، وهو فعل هذا امتثالا وثقة بعلم هذا العالم، من قلد عالما لقي الله سالما هيك بيقولوا، تبهنا كيف؟ لكن أنا بتتبعي له تبين لي أنه محصور في شخص واحد فقط، وأن هذا الواحد أيضا هذا الواحد لم يكن كذلك، بل كان يطبق ثم عنا له هذا الأمر وتبناه وجعله قضية القضايا، وأينما جلس نشره وانتشر طلابه في دول الخليج وغيرها، ومن طلابه انتشر به البقعة المهولة هذه، لكنه غير صحيح. الحكمة تأباه، وإنما هو أساسه القياس. عرفتوا شو أساسه؟ أساسه القياس على النون، أنه كما أننا أبطلنا عمل طرف اللسان في النون وسمينا إخفاء، لازم نبطل عمل الشفتين في الميم حتى يسمى إخفاء. لكن الحقيقة ما هو هذا الموضوع، الموضوع أننا في النون نحن هيئنا الفم على مخرج الحرف الآتي، وهنا أيضا هيئنا الفم على مخرج هذا القاسم المشترك. انتبهنا كيف؟ لما نقول من صياصه من، الآن أنا فمي على أنو حرف؟ على الصاد. أيضا ترميهم، فمي الآن وين؟ لكن صوت الميم مستقل. لذلك العلماء لا حسنوا يسموا هذا العمل إظهار، ولا حسنوا يسموه إضغام، فسموه إيه؟ إخفاء. وضح إخواني؟ أنا أقول هذا ديانة وتبرئة للذمة. فهذا من الأخطاء التي تحدث في هذا الموضوع. الأمر الرابع إخفاؤها، من أبرز الأخطاء عند نطق الميم الساكنة إخفاؤها عند الواو والفاء. نسمع من بعض إخواننا المبتدئين بيقول لك مثلا هم فيها خالدون، هم عرفنا يعني لا ينطق ميم وإنما كأنه عم يخفي نون مثلا، هذا أيضا خطأ. هذا هو مبحث أحكام الميم. نأخذ أحكام النون الساكنة والتنوين، طبعا أنا عم نأكد على هذه الأشياء فقط.